بسم الله. بنجيب طاسة بنزل فيها 5 بيضات، كاسة سكر، وملعقة صغيرة فانيليا، وبنخفقهم 5 دقائق. وهيك بتكون النتيجة بعد 5 دقائق. عندي هون كوب ونص طحين، بنزل عليه 16 غرام بيكنج باودر، وبننخل وبنخلطهم شوي شوي. عندي هون صحن الفرن فيه ورق الزبدة، بننزل فيه الخليط، بنوزع الخليط بهالشكل ونضربها ضربة ضربتين مشان نطلع الهواء اللي جواتها، ونحطها بالفرن على درجة حرارة 180 نص ساعة تقريبا. بالمقلاية بننزل كاسة سكر، بنستناها لتتكرمل، بنحركهم شوي. هلا بنضيف ملعقتين كبار زبدة، عندي هون نص كاسة مي وملعقة نشا وكاسة حليب، بنخلطهم كتير منيح، بنحطها بشي طاسة، بنحطها على جنب ونستناها لتبرد تماما. هاي هي النتيجة بعد نص ساعة. بنثقبها بهالشكل ونسقيها بالحليب تقريبا نص لتر، بنحطها على جنب. عندي هون الطاسة بنزل فيها 2 كريم شانتيه وكاسين مي باردة بوز، وهلا بنخفق، وبعد 3 دقائق بتكون جاهزة. بنجيب الكيك وبننزل عليها الكريمة، بنوزعها بهالشكل، بننزل عليها الكريم كراميل، بنوزعها، بنزينها بالكريمة، نكاشة أسنان ونعملها بهالشكل، وبنحطها بالبراد يوم كامل.